السلام عليكم ومرحبا بكم شهيوة جديدة من شهيوات أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم هذه البيتزا الرائعة خطيرة المذاق، بيتزا إيطالية بالتون والفلفل والبصل، فكتجي صراحة رائعة جدا. هنا فيك تعرفوا البيتزا واش ناجحة أو لا، ما كتشبروها هذا ما كتبقاش واقفة وقاسحة وإنما كتهبط لتحت، يعني هذا هو يعني سر نجاح ديال البيتزا. ما عليكم إلا تتبعوا إن شاء الله المراحل خطوة بخطوة وتنجح لكم أكيد 100%. المهم الناس اللي كيزوروني لأول مرة فكنقول لكم ألف مرحبا، ما تنساوش تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر صابوني أو سبسكرايب باللغة الإنجليزية، وما تنساوش كذلك تفعيل الجرس جانبه تيكون محاط بخطين ضروري جدا باش تقدروا توصلوا بكل جميع الوصفات إن شاء الله. ونقول لكم نخليكم إن شاء الله مع الفيديو والمقادير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبالنسبة للعناصر اللي غادي نحتاجو اليوم للبيتزا فهي غتكون بيتزا سهلة جدا. فعندي هنايا جبن محكوك، على جنب عندي جبن الموتزاريلا مكعبات، عندي بصلة مكمولة اختاروا ثم البصل يكون صغير، عندي 5 حبات من الطماطم الصغيرة، فإلا ما كانتش متواجدة فماشي ضروري تعملوا طماطم صغيرة، تقدروا كذلك تعملوا طماطم كبيرة. عندي هنايا نصف حبة من الفلفل، الفلفل الأخضر، ثم بالإمكان ديالكم تستعملوا أي فلفل عندكم أحمر أو أصفر، يعني جميع ألوان الفلافل الإمكان ديالكم تستعملوه. عندي هنايا الأوريغان أي الزعتر، فكيف ما كتعرفوا الزعتر كيجي لذيذ بزاف في البيتزا. البيتزا ديال اليوم غتكون مميزة، غادي يكون تكون بالتونة أي بالتون. عندي هنايا على جنب كيف ما كتشوفوا زيتون أسود. عندي هنايا صلصة، فبالنسبة للصلصة أنا جهزتها أو حضرتها قبل باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نخلي لكم طبعا الوصفه ديالها او المقادير ديالها في فيديو منفرد، غادي نخلي لكم طبعا في النهايه ديال الفيديو في واحد المربع ما عليكم الا تكليكيوا عليه باش تعرفوا الطريقه ديالها، وكذلك في صندوق الوصف ما عليكم الا تكليكيوا عليه باش تعرفوا المقادير. فبالنسبه كيف ما كتشوفوا انا حضرت باش يجي الفيديو ما يجيش الفيديو طويل بزاف، حضرت الصلصه وحضرت العجين ديال البيتزا. بالنسبه للعجين ديال البيتزا كذلك غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف، وفيديو كذلك منفرد خاص بالعجينه. المهم غنقول لكم شحال عملت، انا عملت 250 غرام فقط ديال الدقيق، ثم لو بغيتوا تزيدوا تضعفوا المقادير فبالامكان ديالكم تعملوا 500 غرام او 400 غرام. عملت ملعقه او ربع ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من السكر، ملعقه كبيره مملوءه جيده من زيت الزيتون، كما كتعرفوا زيت الزيتون كتواتى بزاف مع العجينه ديال البيتزا. فعندي كذلك عملت حليب للعجن، ثم تقدروا عوض الحليب تستعملوا ماء دافئ. صافي عملت فيها ملعقه كبيره من الزعتر، وكيف ما سبق لي قلت لكم ذكرت لكم العناصر ديال الحشو. المهم غندوز ان شاء الله على بركه الله لطريقه التحضير. فاول حاجه غادي ندوز لتقطيع البصل، غادي نقطعوه الى دوائر رقيقه جدا بهذا الشكل. ها هو بالنسبه للناس اللي كانوا سبق لهم سقساوني كنت عملت لكم واحد البيتزا ديال التون، هذه تقريبا عامين، قالوا لي عملتي البصل خضر والبابريكا خضره في البيتزا واش طابوا لك؟ فطبعا يعني كيطيبوا، ولكن كيطيبوا كيبقاو يعني ماشي ديك الطياب كاع اللي غنقول لكم كيتهراو. فانتوما الا ما كانش كتعجبكم البصله واقفه او البصله ما كتكونش طايبه بزاف، يعني ما طايباش مزيان، بالامكان ديالكم كتجوزوها في القليل من الزيت كتشحروها هي والفلفله. فكيف ما كتشوفوا عملتها في واحد الصحن، غادي نخليها على جنب، وبنفس الطريقه غادي نجيبوا الفلفل ديالنا وكنقطعوه بهذا الشكل ها هو الى دوائر رقيقه جدا على شكل حلقات او على شكل دملج. فصراحه ما كاين ما احسن البيتزا ديال الدار او البيتزا ديال اليد، الانسان كيعرف شنو كياكل، وكذلك كتكون فيها البنه وكتكون لذيذه جدا. فصافي غادي نجيب صحن اخر صغير غادي نعمل فيه الفلفله، غادي نفرق كل خضر على حده، كل حاجه بوحده. دابا غادي نجيب طماطم،
طوماط سوغيس. ثم الا ما عندكمش كيف ما سبق لي وقلت لكم كتستعملوا الطماطم العاديه وكتقطعوها الى دوائر صغيره. غادي نشبر عاوتاني كذلك الطماطم وغادي نقطعها هيدا على جوج بهذا الشكل. ها هو كيف ما كتشوفوا واضح في الصور. غادي نجيب صحن اخر وغادي نعمل فيه الطماطم. فاول حاجه غادي نغبروا سطح العمل بالدقيق. هذه العمليه ضروريه جدا. غادي نجيبوا العجينه ديالنا وغادي نحيدوها من البلاستيك الغذائي. غادي نعملوا كذلك القليل من الدقيق بهذا الشكل ها هو من فوق. وغادي نبداو في طلق العجين على شكل دائري. السمك ديال العجين كيكون عندنا بهذا الشكل ها هو. غادي نجيب السينيه فاش غادي نطيب البيتزا. غادي نشوف العبار ديال البيتزا ديالي واش هو هذاك. صافي كيف ما كتشوفوا العبار هو هذاك. فغادي نهز البيتزا او العجين بهذا الشكل ها هو وغادي نعملها هكذا. فعفوا اعزائي الكرام، حاجه ضروريه جدا قبل ما نعملوا العجين، ضروري ما كدهنوا المول ديالكم بالقليل من زيت الزيتون او الزيت النباتيه. فانا غادي ندهنوا بزيت الزيتون بهذا الشكل ها هو كله باش ما كتلصق لكمش العجينه. بعد غادي نهزوا العجينه ديالنا وغادي نعاودوا نردوها المكان ديالها بهذا الشكل ها هو. فانا استعملت 250 غرام، 250 غرام من الدقيق. خرج لي كيف ما كتشوفوا بيتزا واحده. القطر ديال المول اللي عندي انا 40 سنتيم، يعني 40 سنتيم. صافي فعلى فرن ساخن مسبقا، ضروري جدا كندخلوها من الفرن حتى كطيبنا نص طايبه عاد كنعملوا الحشوه، لان الحشوه دغيا كطيب. واحد الحاجه ثانيه، فغادي نخليوها قليلا لمده 15 دقيقه 10 دقائق تختمر. عفوا وسمحوا لي قبيله ما ذكرت لكم المقادير، نسيت ما ذكرت لكمش الخميره الفوريه عفوا، يعني خميره الخبز. مهم انتم غادي تشوفوا الفيديو ديال البيتزا السويقه اللي عملت وغادي تشوفوا العجينه ان شاء الله كيف كتعدل. فصافي غادي نجيب واحد الشوكه وغادي نتقبها. غادي نعمل فيها بضع ثقب بهذا الشكل ها هو باش ما تنتفخليش بزاف، لان صافي من بعد ما دازت عليها 10 دقائق الى 15 دقيقه، لانه ما فيهاش الخميره بزاف، فيها كميه قليله جدا ما كتسناوهاش حتى كتستمر بزاف. المهم حدا كترتاح 10 حتى 15 دقيقه ماكسيموم. وكندخلوها على فرن ساخن مسبقا 200 درجه الى 250 درجه. فما كنطيبوهاش كليا وانما غير كتاخذ واحد اللون ذهبي، يعني نصف طيبه كنجبدوها كنعملوا لها الحشوه. وغادي نقول لكم ان شاء الله البقيه ديال المقادير. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، من بعد ما قست عليها 15 دقيقه في الفرن كتولي على هذا الشكل ها هو. فهي ما طايباش، باقي خضره ولكن طابت نصف طايبه. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا زيت الزيتون، فانا هذه الطريقه عندي دائما معتمده، كنشربها بالقليل من الزيت ديال الزيتون عاد كنعمل عليها الطماطم، عفوا الصلصه ديال الطماطم. هكذا كتجي بنينه بنينه بنينه، غير جربوها كتعطيها واحد المذاق خطير جدا. صافي غادي نجيبو الصلصة ديال الطماطم بهذا الشكل ها هو اللي سبق لي وحضرتها قبل. غادي نخلي لكم كذلك المقادير ديالها في نهاية ديال الفيديو او في صندوق الوصف. غادي نجيب القليل من الجبن، اي جبن كان متوفر عندكم في الدار. زون بهذا الشكل ها هو وغادي نحاول نوزعو بهذه الطريقه. غادي نجيب دابا البصل،
فغادي نجيب الجبن ديال الموتزاريلا اللي كان عندي في المجمد، كنت محتفظه به، دائما كنحتفظ به. ويكون هيدا كيكون قطع كبيره انا كنقطعه الى مستطيلات او مربعات صغيره. دابا غادي نقطعه الى بهذا الشكل. ها هو فصافي كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي البيتزا من بعد ما طابت وخدت لي لون ذهبي، والفرماج اي الجبن ولا محمر. فصراحه كتجي لذيذه ورائعه جدا. فغادي نقطع معكم ان شاء الله واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي البيتزا كتجي بهذا الشكل. ها هو رائعه جدا. صافي كيف ما كتشوفوا، هذه هي البيتزا ديال اليوم، كتجي بحال البيتزا ديال الايطاليين. فالبيتزا باش كتعرفوها بيتزا ناجحه ما كتبقاش واقفه، يعني ما كتعملوها في اليد، كتهبط لكم بهذا الشكل. ها هو صافي، كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وهي بيتزا بالتونه او بالتون. اللي عجب الفيديو فتخلي الفيديو لايك، حاولوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وشجعوني باش نبقى نجيب لكم دائما المزيد من الوصفات ان شاء الله. الناس اللي كيزوروني لاول مره فيخليوا اشتراك للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر، صابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، كذلك تفعيل الجرس ضروري جدا، تيكون محاط بخطين من فوق باش تبقاو توصلوا بكل جديد الوصفات. ما بقى لي حتى نقول لكم كيف ما العاده، غنخليكم ان شاء الله في امان الله وعلى الفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.